المشاركة كان مشاركة قياسية بمشاركة أكثر من جنسية رياضية من مختلف القارات سواء أوروبا آسيا وإفريقيا. نظن أن المستوى هذه السنة بشهادة كل التقنيين كان مستوى عالي جدا، خاصة أنها منافسة مؤهلة للألعاب الأولمبية. أهداف الاتحاد في تنظيم هذه الطواف أهداف أكثر من رياضية، بما أنه في أبعاد سياحية وإن مررنا بعدة أماكن تم ترويج لها، وكذلك إبراز التنوع الثقافي الذي تسخر به كل الولايات التي مرينا عليها. شيء الاستثنائي هذه السنة كذلك هو أنه كان جمهور غفير على الطرقات، والناس تذكرت هذه الدورة اللي كانت لديها تقاليد كبيرة في منذ سنوات السبعينات، مرت بفترة توقف جراء جائحة كورونا، لكن الحمد لله هذه الانطلاقة سوف تكون انطلاقة إيجابية، بما أن السنة المقبلة سوف نسعى إلى الرفع من عدد المراحل من أجل المرور بأكبر عدد ممكن من الولايات.